السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي فات اتكلمنا على اللوحات الرئيسية والفرعية في المباني التجارية وازاي بنعمل السنجل لاين دياجرام بتاعها، وقلنا شوية ملاحظات وشوية يعني حاجات تفيدك في الديزاين. من ضمن الحاجات برضو المهمة اللي هو موضوع الديموند فاكتور والدايفيرس فاكتور، ده سؤال برضو مهم. الديموند فاكتور والديفيرس فاكتور في المباني التجاريه ملوش قاعده ثابته، يعني مثلا في المباني السكنيه كان نوعا ما، لان المباني السكنيه كلها شبه بعضها في الاخر، يعني نفس الاسلوب، لكن المباني التجاريه الموضوع فيها بيختلف. يعني انت لو عندك مول ممكن يكون في ساعه الذروه وكل الحاجات شغاله، مستشفى في نسبه اشغال معينه، اوتيل في نسبه اشغال معينه، وهكذا. فانت موضوع الديموند فاكتور والديفيرس فاكتور هيختلف من مشروع للتاني حسب طبيعة المشروع وحسب تشغيل المشروع بيكون عامل ازاي، وده بيرجع برضو طبيعة المشروع نفسه مع الكلام مع المالك والوصول لأسلم حل. وطبعا كل ما حجم المشروع كبر كل ما ده معناه ان كان هيبقى فيه فرصة اكتر لوجود ديموند فاكتور ودايفيرس فاكتور. يعني لو عندك مثلا مول حتى، بس مول كبير جدا، مساحة كبيرة جدا، لا ممكن يعني تاخد ديموند فاكتور حتى لو كل حاجة شغالة. ما كل حاجة شغالة بس مش هتكون بالماكسيمم بتاعها برضو كلها ان جنرال يعني. فغالبا يعني كل ما يكون برضو حجم المشروع هيكبر كل ما تلاقي فيه ديموند فاكتور او دايفيرس فاكتور، سميه زي ما تسميه بقى عشان بس ما نختلفش في حاجه زي كده. وفي الاخر الفاكتور معناه ايه؟ معروف يعني. وحسب المشروع زي ما اتفقنا وحسب الكلام مع المالك. يعني لو عندك مصنع مثلا فيه بروسيس معينه والحاجات دي بتبقى تتابعيه مثلا، او في ورديات معينه، او في باترن معين في التشغيل. لو عندك اوتيل ومعروف ان نسبه الاشغال لن تزيد عن كذا في ساعه الذروه مثلا، او ممكن توصل لكده في بعض الاحيان، لكن لو توصل 100% ممكن، يعني الاوتيل ممكن يوصل ل 100% اشغال، لكن الاحمال مش معنى كده ان الاحمال نفسها تبقى 100%، وهكذا. فده برضو تحديد الفاكتور ده بيرجع للقصه دي. ناس كتير بتاخد الموضوع الديموند فاكتور والدايفيرس فاكتور في حدود 8 من 10، حاسس ان هو رقم ايه؟ اسلم، ويعني مش هيغرقك، و في نفس الوقت يوفر لك قدر ما من الفلوس. عادة ما بتعملش من الموضوع مع رقم ثابت زي ما انتم عارفين النهج يعني، بس حبيت انوه على القصة دي. القصة اللي احنا بقى ما كناش جبنا سيرتها خالص المرة اللي فاتت هو موضوع الاي تي اس. احنا عارفين الشكل ده من المرة اللي فاتت وقلنا التحويل من الترانسفورمر للجنريتور. موضوع الاي تي اس، الاي تي اس تقدر تقول ممكن حاجة، ممكن توصل انها يكون في حاجة برمجة، او حاجة يعني هتحول من الترانسفورمر للجنريتور. عشان الحاجه دي تحول من الترانسفورمر للجنريتور لازم تكون فيها قدر من انها بتاخد سيجنال او بتستقبل سيجنال، يعني او بتبعت كمان سيجنال، يعني لازم يكون عنده القدره ان هو يحكم على ان الترانسفورمر ده مش كونكتد او حصل فيه مشكله الكهرباء قطعت من ناحيته، وعنده القدره ان هو يدي سيجنال للجنريتور يشتغل اوتوماتيك، وعنده القدرة ان هو يتحكم في وضعيات سيركت بريكر عشان يسمح بدخول او خروج حاجة معينة. تمام. لو حابين نتكلم على الفاكتورز الاساسية او الطريقة الاساسية في الاي تي اس ازاي هيعمل القصة دي، فاحنا ممكن نوضح ابسط مثال. يعني ايه ابسط مثال؟ ان احنا هندي، هنقول البيزك ايديا بتاعت الاي تي اس. البيزك ايديا بتاعت الاي تي اس، انت عندك ثلاث وضعيات تشغيل. وضع النورمال كونديشن، طبعا في البدايه الاول الاي تي اس، ده هيحول التغذيه من الترانسفورمر ده والجنريتور ده عشان يغذوا الاحمال دي، صح؟ الاحمال دي ملهاش دعوه اصلا، الاحمال دي ملهاش دعوه باللعبه، الاحمال دي بتتغذى منين؟ الاحمال دي بتتغذى من الترانسفورمر بس. فلو الترانسفورمر فصل خلاص كده كده الاحمال دي مفصوله، ملهاش علاقه بالكلام خالص. احنا الكلام كله على الجزئيه دي اللي هو الترانسفورمر ده داخل ثرو السيركت بريكر ده، والجنريتور داخل من خلال السيركت بريكر ده عشان يغذوا الاحمال دي. فهيكون في مصدر واحد للتغذيه، يا اما ده يا اما ده. ده عن طريق مين؟ عن طريق الاي تي اس، الاوتوماتيك ترانسفير سويتش. طيب، فانت عندك هنا ثلاث وضعيات للتشغيل. وضع النورمال كونديشن، وضع النورمال كونديشن يعني الترانسفورمر هو اللي بيغذي الاحمال، وفي وضع اميرجنسي كونديشن الطوارئ اللي هو الجنريتور هو اللي بيغذي الاحمال، والوضع الثالث انك ترجع للنورمال كونديشن اللي هو ممكن نسميه ريستوريشن مثلا، ان هو ايه؟ اعاده الوضع لاصله عشان ارجع للنورمال كونديشن ان الترانسفورمر تاني يرجع للتغذيه. فاحنا هنا برضو ممكن نعتبر ان احنا عندنا اربعه فاريبلز اساسيين
هو 4 انبوت واوتبوت اساسيين، وده في ابسط صوره يعني. ممكن اعتبر ان الترانسفورمر ده هو فاريبل عشان الاي تي اس يتعامل معاه، وان الفاريبل ده بواحد او بصفر، دي ابسط حاجه ممكن نتعامل معاها يعني، عشان بس نوضح فكره ان الترانسفورمر ده يا واحد يا صفر. ولما اقول واحد يعني واحد يعني ترانسفورمر كونكتد، وكونكتد يعني تمام وشغال وبيغذي الاحمال وكل حاجه، او ترانسفورمر صفر يعني مش شغال. وفي الجنريتور يعني برضو يا صفر يا واحد، وفي السيركت بريكر، ده السيركت بريكر بتاع الترانسفورمر ده برضو يا صفر يا واحد. ولما اقول واحد يعني كونكتد او كلوزد سيركت، وزيرو يعني اوبن سيركت او ديسكونكتد مش متوصل. وكذلك السيركت بريكر ده. يبقى انت عندك هنا اربعه فاريبل، اربعه انبوت اوتبوت اساسيين، الترانسفورمر والجنريتور والسيركت بريكر بتاع الترانسفورمر والسيركت بريكر بتاع الجنريتور. المفروض ان اللعبه بقى عن طريق الاي تي اس هو اللي ايه المايسترو، المايسترو اللي هيتحكم في دخول وخروج دول عشان يبقى ايه الاوبريشن مظبوط. والاي تي اس في الحاله دي هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يوفر تغذيه، يعني الهدف بتاعه انه يوفر تغذيه يا اما من الترانسفورمر، لو الترانسفورمر مش موجود يبقى الجنريتور، وبشرط ان الاثنين ما يدخلوش مع بعض، لان الاثنين لو دخلوا مع بعض مش اكيد مش هيبقوا سنكرونايزد مع بعض، فدي مشكله، دي مشكله كماشينز يعني. فايه هو الاي تي اس غرضه ان يضمن القصه دي ايه ما يكونوش كونكتد مع بعض. فاحنا لو حابين نوضح مثال كده بسيطه نقول اهو، هو ده الشكل بتاعي، ده الترانسفورمر اهو تمام، وادي الجنريتور اهو. ترانسفورمر ده فاريبل، الجنريتور، السيركت بريكر بتاع الترانسفورمر اهو، والسيركت بريكر بتاع الجنريتور. طبعا زي ما اتفقنا السيركت بريكر ده ملوش دعوه باللعبه، ده اللي كان بيغذي الاحمال الرئيسيه اللي ملهاش دعوه خالص باللعبه دي، اللي هي بتتغذى من الترانسفورمر بس. فاحنا ممكن نقول ادي الاربعه فاريبل اهم، ترانسفورمر، سيركت بريكر، جنريتور، سيركت بريكر بتاع الجنريتور. حلو، عندنا ثلاثة اوبريشن، في نورمال اوبريشن، في امرجنسي كونديشن، في ريستوريشن. تعال نشوف النورمال اوبريشن، تعال نشوف النورمال اوبريشن. لو انا بتكلم في النورمال اوبريشن، مين اللي بيكون موضوع، مين اللي بيكون شغال ومين اللي بيكون مش شغال؟ النورمال اوبريشن الترانسفورمر هو اللي شغال، يبقى الترانسفورمر ده بواحد، والمفروض السيركت بريكر ده كمان بواحد صح؟ يبقى الترانسفورمر والسيركت بريكر، يبقى الترانسفورمر ده بواحد والسيركت بريكر بتاع الترانسفورمر بواحد، والجنريتور بصفر، ما هو شغال والسيركت بريكر بتاع الجنريتور بصفر برضه، مش شغالين مش متوصلين. يبقى دول كده ايه؟ ده كده النورمال كونديشن. بس لحظه واحده معلش يا جماعه، بس تليفون او يعني رسائل. طيب المهم نرجع نكمل موضوعنا دلوقتي، احنا كنا بنتكلم على النورمال اوبريشن تمام كده؟ النورمال اوبريشن ده واحد وواحد، ده صفر وده صفر، كويس. طيب اول ما يحصل emergency condition بقى، بص بقى على السيكونس وركز فيه، بص على السيكونس وركز فيه عشان بس ايه دي حته نبقى فاهمينها كويس يعني. اول ما يحصل emergency condition، تغيير في الوضع، ان احنا حصل وضع طوارئ، وضع طوارئ يعني ايه؟ يعني الترانسفورمر طلع بالخدمه، الترانسفورمر طلع من الخدمه، طلع ليه؟ ايا كان السبب، طلع من خلال قطع كابل، طلع من خلال شركه الكهرباء فصلت، طلع من خلال في صيانه، ايا كان الوضع هو طلع من الخدمه وخلاص. فانا كاي تي اس عرفت ان السيركت بريك الترانسفورمر ده بقى بصفر، فده كان الوضع الاول في النورمال كونديشن. اول ما ده يبقى بصفر يبقى انا هيكون الوضع كده، ده بصفر والسيركت بريكر بتاعه مازال بواحد، ما هو ما حدش فصل، والجنريتور بصفر والسيركت بريكر بتاع الجنريتور بصفر، لان ما حدش شغالهم. فانا كده كاي تي اس ده الوضع بقى بالنسبه لي. فانا اول ما شفت الكلام دوت انا خلاص عارف انا هتصرف ازاي بقى، ايه ده الترانسفورمر فصل، تعالى نبتدي نتحرك بقى. انا كاي تي اس ايه هبتدي اتحرك ليه؟ عشان ادخل بقى جنريتور. هدخل الجنريتور ازاي؟ هعمل اتي، طبعا ده كده كده بقى بصفر والترانسفورمر بقى بصفر تمام. هروح على كان على خطوه ثانيه، هروح انا باعت للسيركت بريكر كاي تي اس، يعني هخلي السيركت بريكر بتاع الترانسفورمر يفصل نفسه، ده نفسه يفصل تمام. ليه؟ لان انا المفروض اشغل الجنريتور، لما اشغل الجنريتور لازم اكون عازل السكه دي تماما، عشان لو ده دخل والسيركت بريكر ده متوصل ما يخشش كده على طول بدون استئذان، ما كده الاثنين هيخش مع بعض هيبقى في مشكله. خد بالك لازم انا كاي تي اس افصل السيركت بريكر ده، طالما انا رايح اشغل السكه دي يبقى اتاكد ان السكه دي تماما معزوله تمام، عشان الترانسفورمر ما يخش كده ايه دايركت. فهو بعت سيجنال للسيركت بريكر ان هو يفصل، وبعدين هيشغل الجنريتور، هشغل الجنريتور والسيركت بريكر بتاع الجنريتور هيسيبه صفر زي ما هو، هيسيبه صفر زي ما هو لسه مش متوصل. فخد بالك اللي بيحصل اهو، ده النورمال كونديشن. بعد كده جاء ده حصل، ده الامرجنسي كونديشن، هيبتدي
الاي تي اس يتحرك هيعمل ايه؟ ده خلاص فصل، هيروح هو فاصل السيركت بريكر ويشغل الجنريتور ويسيب ده مش شغال. ليه؟ لان الجنريتور بياخد وقت علشان يشتغل، لازم يعمل وقت عشان يقوم، زي ما انتوا عارفين لازم يتعمل له ستارت اب، فلازم ياخد وقت. ياخد وقت قد ايه؟ حسب بقى حجم الجنريتور وحسب التصنيع بتاعه وحسب انت كل حاجه، الكيرف بتاعه كل حاجه، فده معروف، ده معلوم وتقدر تبرمجه وتظبطه. فانت الجنريتور ده ياخد ثانيتين، هياخد ثلاثه، هياخد 10 ثواني، هياخد 20 ثانيه، هياخد دقيقتين، هياخد زي ما ياخد. حلو. فانا ما كانش ينفع ادخل، يعني ما كانش ينفع اخلي ده بواحد، السيركت بريكر بتاع الجنريتور ده ما كانش ينفع اخليه بواحد. ليه؟ لو خليته بواحد وده بواحد فكده الجنريتور هيخش الخدمه، بس الجنريتور لسه ما اتعملوش ستارت اب، ما يقدرش كده، مش هيقوم، هيقف تاني. فلازم اشغل الجنريتور الاول وده مفصول زي ما هو. حلو. فانا شغلت الجنريتور، بعد فتره ما متبرمجه ومتظبطه الجنريتور ده اتعمل له ستارت اب وبقى تمام. نروح نتنقل الخطوه اللي بعدها. هو الترانسفورمر كان بصفر كده كده في الاول الوضع، وانا فصلت السيركت بريكر بتاعه واسيبه وشغلت الجنريتور، ما زال شغال وكمان اتعمل له ستارت اب وزي الفل، يبقى راح شغل السيركت بريكر بقى بتاع الجنريتور. يبقى كده ده كده الوضع النهائي في الامرجنسي كونديشن. فالامرجنسي كونديشن وصلت له بالخطوات دي كده، دي طبعا ابسط حاجه. فكده ده كده في الاخر، ده الامرجنسي كونديشن بقى، اللي هو مين؟ اللي هو الترانسفورمر والسيركت بريكر بتاعه فاصلين، اللي هي السكه دي بره اللعبه خالص، والجنريتور والسيركت بريكر بتاعه شغالين، اللي هم ايه الاثنين دول شغالين، ودول اللي بيغذي الحمل. ففي الحاله دي كده الجنريتور هو اللي بيغذي الحمل، الجنريتور هو اللي بيغذي الحمل، الحمل اللي هو المهم، لكن الحمل اللي هنا ده خلاص بره اللعبه. جميل. يبقى ده كده ايه؟ تمام. كده الجنريتور هو اللي بيغذي الاحمال. بعد فتره صغيره راح جاي لي ان السيركت بريكر ده، ان الترانسفورمر راجع للخدمه. ما هو يعني ده كده المفروض ده كده وضع امرجنسي طوارئ، فمش هيقعد طول العمر يعني ساعتين ثلاثه اربعه ايا كان يعني، وبعد كده هيجي الترانسفورمر هيجي على الخدمه. اول ما الترانسفورمر هيرجع للخدمه نبتدي نتصرف ازاي؟ هنعمل اتي. الترانسفورمر رجع للخدمه يبقى هو بقى بواحد، الترانسفورمر نفسه بقى بواحد، بس السيركت بريكر بتاعه نفسه بصفر، ما حدش جاي ناحيته، والجنريتور مازال لواحد، الجنريتور مازال لواحد صح. هنخلي السيركت بريكر بتاع الجنريتور بس يفصل ده، يبقى ده كده ايه؟ السيركت بريكر بتاع الجنريتور ده فصل، يبقى الجنريتور نفسه شغال والترانسفورمر شغال والاثنين سيركت بريكر مفصولين، مين اللي بيغذي الاحمال؟ مفيش حد بيغذي الاحمال. طيب ماشي، هنعمل ايه بعدها؟ هنروح المفروض ترانسفورمر رجع خلاص، هنروح نشغل السيركت بريكر بتاعه بقى عشان نشوف مهمته. يبقى الترانسفورمر ده والسيركت بريكر بتاعه اتوصلوا، فكده الترانسفورمر هو اللي بيغذي الاحمال، كده الترانسفورمر هو اللي بيغذي الاحمال، والجنريتور مازال بواحد، الجنريتور نفسه مازال بواحد بس السيركت بريكر بتاعه بصفر، يعني كان الجنريتور ده شغال اتنو لود، شغال لوحده كده مع نفسه، والسيركت بريكر ده مفصول فهو شغال بس شغال اتنو لود، فهو ما بيغذيش الاحمال، الجنريتور ما بيغذيش الاحمال ولا حاجه، اللي بيغذي الاحمال دلوقتي الترانسفورمر بس. وبعد شويه الترانسفورمر مازال شغال، نروح نفصل بقى الجنريتور، نروح نفصل الجنريتور نفسه. يبقى كده احنا رجعنا لمين؟ رجعنا للنورمال كونديشن. يبقى ده كده الريستوريشن، رجعنا فين؟ للنورمال كونديشن. هو هنا في كذا سؤال، انت هنا في الخطوه دي، مين اللي كان بيغذي الاحمال؟ ترانسفورمر كان بيغذي الاحمال اهو، لان ترانسفورمر سكت بريكر بتاعه شغالين. طب انت ليه، بما ان الترانسفورمر بيغذي الاحمال، ليه سبت الجنريتور شغال؟ الاجابه لان كان الترانسفورمر لسه راجع في الخدمه، فانا مش عارف، ممكن لما اجي ارجع ترانسفورمر الخدمه يفصل تاني، ممكن يكون في مشكله فيفصل تاني، فانا بسيب الجنريتور شغال بحيث لو الترانسفورمر وقع تاني يبقى الترانسفورمر شغال وموجود في ويعني ومتعمل له ستارت كويس وكل حاجه تمام، اروح جاي باص بس مشغل السيركت بريكر ده، فيروح جاي راجع الجنريتور تاني داخل الخدمه. يبقى انا سبته هنا شغال شويه ليه؟ عشان الترانسفورمر ده لو كان ايه؟ لا لسه مش متاكد منه. تمام؟ طب ويعني ما كنت تفصله يا عم عادي، ما كنت تفصله خليه بصفر، ولو الترانسفورمر وقع من الخدمه بشغل جنريتور. ايوه بس انا لو شغلت الجنريتور هستنى تاني لما اتعمل له ستارت اب تاني، يبقى هضيع وقت. فانا خد بالك في موضوع الريستوريشن، لما يجي الترانسفورمر يرجع للخدمه بسيب الجنريتور شغال شويه اتنو لود لحد ما اتاكد الترانسفورمر شغال وزي الفل ايا كان بقى التايم اللي انا عايزه، اتاكد منه من العمليه ديت، وبعدين افصل الجنريتور بقى ويلا ريح بقى انت ايه مع نفسك، ارتاح تاني. طيب يا عم ما انا قلت لك، طب ما كنت خلي الجنريتور بصفر
ولا الترانسفورمر واقع شغاله. ما يا سيدي لو عملنا كده كده الجنريتور بياخد شويه وقت عشان يشتغل، فده كده ايه معناه ان الحمل هيقطع عنه الكهرباء فتره طويله. اتمنى تكونوا وصل لكم الفكره دي. تاني حاجه كمان، في سبب تاني، في سبب تاني ان الجنريتور ما ينفعش كل شويه تفصله وتشغله في وقت يعني انت مثلا لو كنت هنا فصلته وليت الترانسفورمر وجع تشغله تاني ورا بعض كده ما ينفعش، ما تقعدش كل شويه ايه تفصل وتشغل تفصل وتشغل ورا بعضه كده. ليه؟ لان اي معده في الدنيا ليها حمل حراري معين، وانت عارف ان ساعه الستارتنج التيار بيكون كبير فالمعده تسخن شويه اكتر من الطبيعي. فانت لو شغلت المعده تسخن شويه وفصلتها ورجعت شغلتها تاني على طول هي ما لحقتش تبرد اساسا فسخنت تاني اكتر، ما لحقتش تخلص من الحراره. فانت لما تشغلها تاني وهي بتسحب تيار عالي هترجع تسخن تاني اكتر، وبعدين تشغلها تالت تسخن اكتر لحد ما تحرق الملفات. ولذلك اي معده في الدنيا لازم لك ايه ليها ماكسيمم نمبر اوف ستارتنج بير اور مثلا او على تايم معين، اللي هو ما تشغلهاش مثلا لك ايه ما تشغلش الترومبه دي اكتر من 4 مرات في الساعه. يبقى ده ايه تك تك بعد 10 دقايق تك تك بعد 10 دقايق تك تك بعد 10 دقايق تك تك هتتحرق. ليه؟ اصل كل مره بتشغلها بتسحب تيار عالي فده بيسبب حراره عاليه فالملفات سخنت. فلو هي رجعت للوضع الطبيعي بتاخد شويه وقت عشان تفقد الحراره دي. طب لو شغلتها تاني قبل ما تفقد الحراره دي او قبل ما تبرد يعني قبل ما يحصل لها تبريد شغلتها تاني ما هيسحب تيار ستارتنج برده فيسخنها وهي اصلا كانت سخنه فتسخن اكتر مره مع التانية مع التالتة مع الرابعه يقول لك خلاص الملفات دي اتحرق. فالمصنع عامل لها تيستنج وقال لك ايه ماكسيمم نمبر اوف ستارتنج بير اور بيساوي قد كده. جميل. طيب في هنا سؤال تاني، بص هنا في الخطوه دي احنا كنا في النورمال كونديشن، بعد كده بنتحول للامرجنسي كونديشن. بتحول الامرجنسي كونديشن ادي الخطوه الثانيه، هنا كنا بنشغل الجنريتور وسبناه شويه عشان يتعمل له ستارت اب وبعدين دخلناه الخدمه. ايوه الترانسفورمر ده فصل كويس والجنريتور انت شغلته بس لسه ما دخلش الخدمه يعني لسه ما غزاش الاحمال صح؟ مش خدنا وقت كده؟ اه خدنا وقت كده. حلو، خلال الفتره دي بقى مين اللي بيغذي الاحمال؟ يعني الترانسفورمر كده كده طلع بره الخدمه خلاص والجنريتور حضرتك لسه بتتعمل له ستارت وسايبه مع نفسه شويه لما يشد نفسه كده وياخد نفسه وبعد كده ندخله الخدمه. ايوه في الوقت ده بقى الكام ثانيه دول او الكام دقيقه دول مين اللي بيغذي الاحمال؟ الامرجنسي. محدش. ايه ده يعني كده الاحمال فصل عنها الكهرباء؟ اه امال ازاي احمال مهمه ومش عارف ايه؟ ايوه يا عم هي احمال مهمه، احمال مهمه بس مش مهمه لدرجه ان احنا مش عايزين عنها الكهرباء تفصل لحظه واحده. هي مهمه ان الاحمال ما تفصلش عنها الكهرباء ساعه او ساعتين او كده. يعني بمعنى ايه؟ انت مثلا عندك مول، المول ده متغذي من الترانسفورمر كله من الترانسفورمر طبيعي فالترانسفورمر شغال، جت الكهرباء قطعت على الترانسفورمر فخلاص في اللحظه دي المول كله ضلمه، المول كله ضلمه. بس طبعا في جزء من الاضاءه داخل على الامرجنسي اللي هو اضاءه الممرات مثلا او كده يعني. فبعد 10 ثواني 20 ثانيه 30 ثانيه دقيقه الجنريتور اتعمل له ستارت اب ودخل غزه الاحمال امرجنسي فلقينا ان في اضاءه في الممرات خلاص كافي. لما الكهرباء فصلت الكام ثانيه دول ما قتلناش الناس يعني ما حصلش كارثه عظيمه، ما فيش حرامي كان مستني يطفي النور عشان يخطف الناس ويسرق، ما كانتش كده. فالاحمال دي مهمه اه، ما ينفعش اسيب الممر دوت من غير اضاءه كده ساعه او ساعتين هنا هيحصل كارثه، لكن ينفع اسيبه 20 30 ثانيه دقيقه ما فيش مشكله. عمل بس الناس تتخض وايه ده الكهرباء قطعت تعالى يا ابني جنبي كل واحد يخلي باله من حاجته الكهرباء رجعت تاني خلصنا خلاص مفيش مشكله. طبعا مع وجود الكاميرات كده كده في مراقبه يعني بس انا اقصد ايه كسيستم اضاءه. فانت كده ايه مأمن نفسك والعمليه تمام يعني مش هيحصل حاجه؟ لا مش هيحصل حاجه. طيب معلش في حمل ما ينفعش الكهرباء تفصل عنه ولو ثانيه واحده اللي هو ايه عندك اجهزه كمبيوتر وبتدخل عليها داتا مهمه معينه تعاملات ماليه وحاجات زي كده، عندك مستشفى وفي غرفه عنايه وبتعمل عمليات ما ينفعش تقول للمريض استنى بس ايه بس دقيقتين بس الجينيتور يرجع واكمل لك العمليه، ما ينفعش الكلام ده. يبقى هنا في نوع ثالث من الاحمال نسميه احمال كريتيكال، احمال حرجه ما ينفعش الكهرباء تفصل عنها ولو لحظه واحده. يبقى انت عندك الاحمال ثلاث احمال ثلاث انواع. اول نوع اللي هو الاحمال العاديه دي بتتغذى من الترانسفورمر بس
ولا الترانسفورمر، لما الترانسفورمر يفصل الكهرباء تفصل عنها مش مشكله، واحمال مهم، والاحمال المهمه دي تستحمل ان الكهرباء تفصل عنها لوقت قصير، فدي بتتغذى من الترانسفورمر، ولو الترانسفورمر فصل بتتحول على الجنريتور، وهي قادره انها هي تستحمل او يعني تعدي فتره اللي هو ايه ترانزاكشن بين الاثنين يعني، او اللي هو يعني الايه الفصل بين ده وده. ماشي. في النوع الثالث اللي هي الاحمال حرجه، ما ينفعش عنها الكهرباء تفصل ولو لحظه واحده. دي هتتغذى ازاي؟ هتتغذى بالسيناريو التالي، هتكون متغذيه الاول من الترانسفورمر، هتكون متغذيه الاول من الترانسفورمر. لو حصل ان الترانسفورمر فصل هتتحول مباشره على اليو بي اس. يو بي اس البطاريات، البطاريات زي ما انتم عارفين ممكن تتوصل سيريس وشنطه حاجات كده، وعن طريق سيرستور او سويتشات. المهم ان انا ممكن ما احسش بفصل الكهرباء عن الحمل ولو يعني ثانيه، اقل من ثانيه مش هحس بفصل الكهرباء خالص. يبقى ده الاحمال دي هتتحول على اليو بي اس، الاحمال الحرجه هتتحول على اليو بي اس لحد ما الترانسفورمر، لحد ما الجنريتور يخش في الخدمه، وبعدين الجنريتور يخش يغذيها، وبعدين الجنريتور يخش يغذيها. لحظه واحده سوري يا جماعه. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول ان الاحمال الحرجه هتتغذى من الترانسفورمر عادي زي كل الاحمال، لو الترانسفورمر فصل هتتحول مباشره على اليو بي اس، فاليو بي اس بتخش انستانتينيوس، الحمل مش هيحس باي حاجه. اليو بي اس هتفضل بتغذى الحمل لحد ما الجنريتور يقوم، الجنريتور هياخد دقيقه ونص ثانيه او نص دقيقه او اي حاجه، وبعدين يخش الجنريتور يغذي الاحمال اللي هي الاحمال المهمه والاحمال الحرجه، والبطاريات تتشحن وتركن على جنب، والبطاريات تتشحن وتركن على جنب. يبقى كده ايه ده السيناريو تمام. فانا البطاريه بقى احطها فين؟ البطاريه احطها تحت جنب الحمل مباشره. يعني عندي هنا بص فين البتاع ده، معلش خلاص يا حبيبي، ده هنا ده كده الباسبار بتاع الاحمال العاديه، وده الباسبار بتاع الاحمال المهمه. سي مثلا انا في الدور هنا، في الدور ده الجزء ده ده احمال حرجه مثلا، يبقى هاجي هنا واحط لها بطاريه، هاجي هنا واحط لها بطاريه خاصه بيها. والله بقى تشوف بقى غرفه للبطاريات او كانت حاجه صغيره تحطها في مكان ايا كان بقى، دي كده ايه قصه ثانيه ما نتكلمش فيها دلوقتي يعني. بس انا اقصد ان هو ايه البطاريات تتحط جنب الحمل. جميل. فيبقى بص بقى البطاريات هنا جنب الحمل اهو، هنا في الناحيه دي الاحمال دي عاديه، الاحمال دي كده كلها على بعضها اسمها مهمه، والحمل ده اسمه كريتيكال. الحمل ده بيتغذى من الترانسفورمر بس، الاحمال دي بتتغذى من الجنريتور او من الترانسفورمر والجنريتور. يعني فينا حمل بيتغذى من الترانسفورمر والجنريتور واليو بي اس، فالمفروض الترانسفورمر ده داخل بيغذي ده وبيغذي كل ده خلاص، والجنريتور واليو بي اس مش موجودين. اول ما الكهرباء تقطع ده هيشيع مع السلامه، دول مستنيين لما الجنريتور يشتغل. بس فينا حمل ما استناش، فينا حمل البطاريات دخلت غذته لحظيا، البطاريات دخلت غذته على طول فما فصلش عن الكهرباء اصلا. بعد دقيقه الجنريتور دخل يغذي، فدخل غذى الاحمال دي كلها بما فيهم الاحمال دي، والبطاريات بدات تشحن وتطلع تاني من الموضوع، ولما الترانسفورمر يرجع يغذي الكل. طيب البطاريات زي ما انتم عارفين بتكون دي سي، البطاريات هتكون دي سي والاحمال هنا اي سي، فبالتالي لازم بيكون في انفرتر يحول من دي سي لاي سي، وكمان البطاريات بتشحن فلازم يكون في ريكتفاير يحول من اي سي لدي سي. وطبعا انتوا عارفين العمليه دي عمليه سويتشنج، هتتم عن طريق السيرستور وعن طريق مش عارف سويتشات وحاجات زي كده. طبعا انا ماليش في اللعبه دي، لكن انا عايز انبهك لايه؟ ان القصه دي هي بقى اللي هي هيكون فيها اختلاف التكنولوجيز بقى. اولا طبعا في انواع بطاريات، في انواع من البطاريات حسب بقى بتاخد قدره اكبر، بتاخد وقت اطول، مش عارف ايه وهكذا، دي تكنولوجيز طبعا برضو. زائد موضوع السويتشنج ده، ازاي تعمل الانفرتر ده يكون نوعه ايه، والريكتفاير ده نوعه ايه، في انواع جديده وفي انواع مختلفه، وفي ابحاث بتعمل في الحاجات ديت، علشان طبعا ده سويتشنج فيبقى فيه هارمونكس وفي كتير، هتكون الويف مش هتكون ساين ويف بالظبط، ومش هتكون يعني اللي هي الاساسيه يعني. فانت هنا عايز كل ما تكون بتغير في عمليه السويتشنج دي بتجيب حاجه احدث وبتجيب حاجه افضل، كل ما بتوصل للويف بتكون مظبوطه اكتر وما يكونش فيه هارمونكس، والهارمونكس تكون اقل وهكذا، مع عمر البطاريه مع 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 دي كلها تكنولوجيز، وده اللي هيخلي لك تكون في شركات كتير جدا. حلو. انا بس عايز ده ماليش دعوه بيه يعني، ده بره السكوب بتاعي، انا بس عايز حته صغيره خالص اللي هو طب احنا هنجيب حجم البطاريه بناء على ايه؟
المفروض بناء على اللود. يعني مثلا انت عندك حمل اهو، عندك حمل، خلاص هجيب بطاريه تغذي الحمل، يبقى اجيب بطاريه قد الحمل او اكبر من الحمل يعني بشويه، ايا كان بقى في فاكتور زياده او كده يعني. بس هي الفكره كلها ان البطاريه مش بتتحدد بالوات بس او بالامبير بس. امال يقول لك ايه؟ وات اور او امبير اور، وات اور او امبير اور، اللي هو انت عايز البطاريه تغذي حمل مقداره قد ايه لمده زمنيه قد ايه، مش كده؟ فممكن تجيب بطاريه صغيره تغذي حمل كبير، اصل هي هتغذيه فتره زمنيه صغيره، وممكن تجيب بطاريه كبيره تغذي حمل صغير، اصل هي هتغذيه فتره زمنيه كبيره. طيب ماشي، يبقى اذا انا هحددها بناء على الحمل وبناء على الزمن. طيب انا عايز البطاريه دي تغذي الحمل وقت قد ايه؟ والله لحد ما الجنريتور يخش الخدمه. طب الجنريتور يخش في الخدمه قد ايه؟ والله انا عارف، انا عارف الجنريتور اللي انا جايبه وعارف مواصفاته، 20 ثانيه 30 ثانيه ايا كان يعني. يبقى خلاص، يبقى انا كده المفروض عارف ايه؟ عارف كل حاجه. يبقى انت عايز تقول لي ان انا ممكن اجيب بطاريه تغذي الحمل لمده مثلا دقيقه او 10 دقائق مثلا بالكتير. ليه يا عم؟ اصل الجنريتور دلوقتي هيخش الخدمه وخلاص يعني. ده كلام حلو. هل ده اللي هيحصل؟ على حسب، على حسب يعني. ممكن فعلا تلاقي في مواصفات يقول لك انا عايز البطاريه تغذي الحمل لمده نص ساعه بس. طب ده نص ساعه كتير؟ لا مش كتير قوي يعني ولا حاجه، 10 دقائق، خلينا نتكلم بقى كأنه نظري يعني، 4 دقائق 5 دقائق، طبعا ده نظري قوي بس ايه، ماشي مشيها الحال، ماشي كده. ففي الحاله ديت ليه؟ اصل هيجيب بطاريه صغيره هيوفر فيها فلوس، ويا عم كده كده الجنريتور هيخش الخدمه. الكلام ده سليم، بس جه واحد قال لك ايه؟ حلو، انا جبت بطاريه افرض الغاز الحمل 10 دقائق مثلا يعني، والجنريتور بيخش بعد دقيقه، حلو، جت البطاريه شغاله، المفروض بعد دقيقه الجنريتور هيخش والبطاريه تفصل وزي الفل تمام يعني. افرض بقى الجنريتور عملها فيك وما دخلش، ايه اللي يخليه ما يدخلش الخدمه يعني؟ ايه اللي يخليه يا عم باظ، طلع ما فيش حاجه تشغله، ما فيش اللي هو البنزين ولا اي حاجه تشغله، ما فيش، ما كانش عامل له صيانه وما اشتغلش، كانوا جم يشغلوه لقوا في حاجه بايظه ايا كان، مش وارد ولا ايه؟ طب وبعدين انا عندي حمل كريتيكال، حمل كريتيكال عندك ايه يعني؟ عندي اجهزه كمبيوتر، خلاص افصلها، ماشي خلاص احنا كده مسيف وافصل. طب انا عندي غرفه عنايه مركزه وشغال على جهاز، هنقول للمريض ايه؟ ماشي حلو، ال 10 دقائق لو سمحت يا باشا، احنا جايبين لنا خبر وحش، الكهرباء تفصل خلال 8 دقائق، يعني عايزين ايه؟ قول الشهاده وقول وصيتك عشان تتكل على الله. مش هينفع كده برضه، واحد مريض في مستشفى، والله كنا عايزين نكمل لك العمليه بس يا انت عندك حاجه من اتنين، يا اما نخيط على كده يا اما نسيب لك الحاجه بره بقى وتبقى تعبيها بعدين يعني، فاهمين قصدي؟ اللي هو ايه؟ في مشكله. طيب والعمل؟ نجيب بطاريه تغذي زمن اكبر، ايوه هتدفع اكتر. طب والعمل؟ هتوزنها بقى، هتوزنها بقى ونشوف الحمل ده عايز ايه بالظبط، الحمل ده عايز ايه و المالك عايز ايه. عندنا دلوقتي غرفة عناية مركزة والمستشفى دي مستوى عالي جدا، بتاعت مش عارف فروع دول ومش عارف ايه وحاجات كده، طبعا غير ان الكلام ده بيكون كده كده متغذي من اكتر من مصدر، عمر الكهرباء ما تفصل عليه يعني. بس خلينا نقول ايه مثال يعني، ان احنا عايزين نقول عندنا حمل مهم قوي 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 يعني، هتعمل ايه؟ هروح كاتب في المواصفة ان انا عايز بطارية تغذي الحمل ده اللي مقدره قد كده لمدة 24 ساعة. 24 ساعة؟ ليه يا عم 24 ساعة ليه؟ ده الجنريتور هيخش بعد دقيقة، وإيه يعني؟ افرض الجنريتور ما دخلش، هيبقى البطارية قادرة على تغذية الحمل 24 ساعة، فده زمن كبير جدا. طب أنت عايز إيه من الـ 24 ساعة؟ أصل خلال الـ 24 ساعة أعرف أتصرف، يعني أعرف أتصرف؟ أنا المفروض الجنريتور بيخش بعد دقيقة، ما دخلش، خلاص أبتدي بقى أعمل اتصالاتي. ألو شركة الكهرباء، هو الترانسفورمر ده قطع ليه؟ إحنا عندنا والله صيانة وهتخلص خلال 3 ساعات، أكيد أكيد، فأنا عارف إن كمان 3 ساعات الدنيا إيه هتتحل. انا كده مطمن، ولو هم كذبوا عليا انا لسه معايا 21 ساعه. والله ده انا عندنا قطع في الكابل وهياخد 6 ساعات، تمام احنا معاكم. وبعدين بعمل اتصالاتي برضو، الجماعه اللي هم المهندسين اللي معايا، جماعه الجنريتور ده ما دخلش في الخدمه، والله طلع فيه مشكله وعايزين نوع وقود مش عارف ايه، يلا ابعتوا جيبوه، هياخد قد ايه؟ ياخد ساعتين، تمام. والله ده طلع فيه مشكله وفي صيانه وعايزين قطعه غيار، هتجيبوها منين؟ ده احنا بندور على مورد ومش لاقيينها. طيب وبعدين؟ طيب انا لقيت شركه الكهرباء قالت لي والله الكهرباء مش هترجع قبل 24 ساعه، عندنا مصيبه كبيره، والجنريتور بيقول لي ايه؟ بندور على قطعه غيار ومش لاقيينها. خلاص انا عندي 24 ساعه برضو، عندي 24 ساعه اعمل ايه؟ اروح اجيب مصدر، اروح اجر جنريتور واجيبه الموقع خلال فتره معينه لحد ما الكهرباء ترجع لي، فانا معايا وقت اتصرف فيه.
طب ما نعمل كده على طول. لا البطاريات غالية، انت ممكن تجيب بطارية لو هتكفيك 24 ساعة على حمل صغير تلاقيها غالية جدا، فهي مش بكتر الساعات وخلاص، هي بقى المسألة ايه؟ مسألة انت دلوقتي الحمل ده مهم بالنسبة لك قد ايه، وانت المشروع ده بالنسبة لك يعني قدرته برضو قد ايه مهمة قد ايه. يعني حاجة يعني مثلا افرض مثلا انا ايه عندي حاجة ممكن تخسرني ملايين الجنيهات، مش هستخسر لو جبت لها بطارية ب50,000 ولا 100,000 حتى، مش هستخسر صح كده؟ ولكن في المقابل انا عندي مصنع صغير كده على قدي ومش عارف ايه، والخط الانتاج نفسه يعني لو حصل حاجه ولا بتاع ممكن اخسر فيها 100,000 جنيه، فمش راح اجيب بطاريه ب 100,000 جنيه برضو يعني. ما يعني خلاص يبقى انا ممكن اجازف شويه واجيب بطاريه تستخدم وقت قليل عشان اوفر فلوس كتير، وهنسيبها بقى على الله لو حصل الفصل ده معانا خلاص، هي كده كده كنا خاسرين 100,000 جنيه مش مشكله مثلا. يعني هي عمليه ايه؟ نسبه وتناسب. انت بتقرر انت عايز الحمل قد ايه، هو حمل كريتيكال تمام، عايز بطاريه تكفي الحمل قدرته الكهربائيه قد ايه، و عايزه زمن قد ايه، تمام كده. فده الكلمتين اللي كنت ايه عايز انبه عليهم في خصوص البطاريات. يبقى ده كده الاي تي اس واليو بي اس. فبرضه كده الفيديو بدا يطول، فاحنا كده ايه حلو قوي كده، احنا المره اللي فاتت والمره دي اتكلمنا عن التغذيه الرئيسيه وعمل اللوحات الرئيسيه. طبعا عملنا فوكس برضو على موضوع اللود استيميشن، يعني ان هو اهميته جت منين كده، انت مقتنع اكتر باهميته جت منين، وان الزونينج اكتر يبقى له مينينج ازاي. العمليه متهيألي معاك بتوضح واحده واحده، حتى لو مش واضحه قوي دلوقتي مفيش مشكله، مع الممارسه تبقى ايه مظبطه معاك اكتر. ولما ناخد مشروع كمان هناخد مشاريع صغيره، فتلاقي العمليه ايه اسهل، اللخبطه دي بتبقى ايه هتبقى مفيده ليك بعدين يعني. واتكلمنا النهارده ايه شويه عن الكونسبت بتاع الاي تي اس، يعني بيعمل عمليه التحويل دي ازاي وايه الغرض الاساسي فيها، واتكلمنا على برضو موضوع اليو بي اس كنظره برضو ايه عامه شويه. تمام كده احنا خلصنا الاساس بتاع المباني التجاريه، اللي هو انت جالك مبنى تجاري فانت هتعمل اضاءه وهتعمل سوكتس وهتعمل تشوف الحاجات بتاعت ميكانيكا، هتعمل لها تغذيه وهتعمل اللوحات الرئيسيه والفرعيه واللوحات العاديه واللوحات الامرجنسي، وهتشوف مصدر التغذيه الرئيسيه. دي الحاجات العاديه، دي الحاجات اللي هي العاديه في اي مشروع تجاري. في شويه حاجات ثانيه زي الفولتج دروب والشورت سيركت وموضوع باور فاكتور كوليكشن، دول بقى نعمل لهم برضو كذا فيديو جايين عشان نتكلم برضو فيهم من وجهه نظر معينه، زي ما انتم متعودين انا ايه دايما احيانا بسيب حاجات معينه واتكلم في حاجات معينه، انا عايز اتكلم في نظره معينه. يعني مثلا لما اجي اتكلم على الباور فاكتور كوليكشن مش هقول لك ايه لما بتحط كاباستور بيحصل ايه وازاي بيقلل التيار، مش هتكلم في دي، هبقى اقول لكم ساعتها. يعني هنتكلم في حاجات ثانيه او نقاط ثانيه قد تكون مفيده بالنسبه لنا ان شاء الله، فارجو ان نكون موافقين فيها يعني. لكن عموما لحد دلوقتي احنا كده ايه يعتبر خلصنا دلوقتي، خلاص نقدر نقول عرفنا المباني التجاريه تصمم ازاي. الخطوات الجايه هي مساله تشيك على الديزاين وتاكيد على الديزاين وظبط الديزاين من ناحيه وجهات نظر معينه، وقد ما نعملهاش واقول لكم برده الكلام ده بالتفصيل يعني. فايه هنسيبه ان شاء الله لفيديوهات قادمه ان شاء الله. فكده زي الفل وشكرا جزيلا.